الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الاسم الكريم حسن الديوان، أستاذ مادة التربية الإسلامية بثانوية مولاي بعمران. لأن شاركت في هذه الحصة ديال الدعم بالنسبة للتلاميذ ديال أولى بكالوريا اللي عندهم المادة فيها امتحان جهوي، تنشكر الجهات القائمة على هذه المبادرة الطيبة بطبيعة الحال، أكيد لأنها تخدم مصلحة التلميذ بالدرجة الأولى. إذا وكما تلاحظون فهناك إقبال من طرف التلاميذ على هذا المبادرة واستحسنوها. إذن كما نجد أيضا بأن هناك إقبال وتفاعل بين التلاميذ مع الأستاذ واهتمام أيضا بالمادة إذن وغيرها من المواد، فجميع المواد بدون استثناء هناك إقبال كبير من طرف التلاميذ. بالنسبة للمبادرة اللي تسكر النقابة تاعتي من الأساتذة، يا مشكورين في العمل تسكن ليه العمل اللي كان تطوعي، يا نبيل، أنا نتمنى تزيد قدام، ومن ميم طاش ترفعني القيمة التلميذ، الناس يا المستوى ينقن على أساس تأهل أي ولوج لامتحانات البكالوريا، عيط القيمة سنو تتفهم تتفقد نكون المجتمع، ما العمل التطوعي يجليه المجتمع، غنزيد الترقية أنت، يكون نزيد الترقية أنت، ومن طول تدوم في مثل خراب المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. فخر بكر استاذ اللغه الانجليزيه، غنتكلم غير شويه على هذه المبادره اللي دارت السي دي تي، مبادره اللي طيبه وبصراحه بدات العام اللي فات، كنلاحظوا ان كاين اقبال، تشوف اقبال ديال التلامذ، وكنا كنظن بانها مبادره طيبه، مبادره اللي كيستافدوا منها جميع التلاميذ بدون استثناء، وكنظن انها غادا تهيئ التلامذ ماشي غير في الجوانب، يعني الجانب ديال الجانب المعرفي، الجانب المنهجي التقني، والاهم من ذلك هو داك الجانب النفسي، تندعموهم حتى نفسيا. شكرا.